حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. الحوثيون يعترفون بإخفاء صحفيين منذ 4 سنوات. دعوة للتوقف عن الدراسة لسبب غريب، قوات أمنية تعتدي على طالب في لحج. وفي أخبارنا المنوعة، الأطباء يتوصلون إلى تصميم يؤدي مهام اليد الطبيعية. أهلا بكم. بعد 4 أعوام من الاعتقال، تم الاعتراف من قبل ميليشيا الحوثي أنها اعتقلت 10 صحفيين أثناء عملهم. وعنون موقع صحوة نت، نيابة الحوثي تعترف باختطاف الصحفيين أثناء عملهم وإخفائهم 4 أعوام دون محاكمة. وقال الموقع إنه في مذكرة لما يسمى النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء طلبت بمحاكمة الصحفيين المختطفين وفق قرار الجرائم والعقوبات. واعترفت ميليشيا الحوثي في نص المذكرة التي حصل عليها موقع الصحوة، اعترفت بأنه تم اختطاف الصحفيين وضبط هواتفهم وأجهزتهم المحمولة. واعترفت الميليشيا بأنهم صحفيون معارضون لها. المذكرة تكشف ارتكاب جرائم ومخالفات بحق الصحفيين المختطفين، وأبرزها عدم تحويلهم للنيابة خلال 24 ساعة واختطافهم من قبل ما تسميها اللجان الشعبية. هذا وقد توالت ردود أفعال محلية ودولية واسعة رافضة لإحالة ميليشيات الحوثي 10 صحفيين مختطفين في سجونهم بصنعاء إلى المحاكم أمام نيابة متخصصة في الإرهاب الخاضعة لسيطرتها. والصحفيون المختطفون المحالون للمحاكمة الحوثية هم عبد الخالق أحمد عمران وأكرم صالح الوليدي والحارث صالح حميد وتوفيق محمد المنصوري وهشام أحمد طرموم وهشام عبد الملك اليوسفي وهيثم عبد الرحمن راوي وعصام أمين بالغيث وحسن عبد الله عناب وصلاح محمد القاعدي. عمليات القتل والاعتقال ونهب الأراضي لم تعد مثيرة للاهتمام في محافظة إب، وفقا لموقع المصدر أونلاين الذي عنون في تقرير خاص. لا جديد في إب، احتجاز شحنة أدوية وسقوط قتلى في اشتباكات بين الحوثيين. يقول التقرير نقلا عن مصدر في المحافظة، ميليشيات الحوثيين تواصل احتجاز شحنة أدوية تابعة للمستشفى الجمهوري في العاصمة صنعاء بالتزامن مع احتجاز 28 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية وأدوية قادمة من محافظة عدن ومتجهة إلى محافظة صعدة وحجة وريمة والحديدة وتعز والمحويد. وأضاف المصدر أن شحنة الأدوية تتبع المستشفى الجمهوري بصنعاء مقدمة من الهيئة الطبية الدولية. وفي إب أيضا تمتلك ميليشيا الحوثي مجامع قتالية تحت مسمى مقاتلي أبو العباس. ووفقا للموقع فقد خاضت هذه المجامع مواجهات في منطقة مفرق رهيش شمال المدينة مع مسلحين يتبعون مشرف الحوثيين في مديرية المخ، سقط على إثرها 3 قتلى من المسلحين ومواطن. لورانس العرب الأمريكي في اليمن، تحت هذا العنوان كتب صبحي الحديدي مقاله في صحيفة القدس العربي مضيفا: في أعقاب الحرب العالمية الثانية وفي محمية سرنجيتي شمالي تنزانيا، شاءت المصادفة أن يلتقي الآثاري ورجل النفط الأمريكي ويندل فيليبس مع الأغا خان الذي كان في رحلة صيد، فنصحه بالتوجه إلى جزيرة العرب. وهكذا ابتدأت مغامراته في محمية عدن أولا سنة 1951، ثم أصابه هوس البحث عن ملكة سبأ، فحصل على إذن من الإمام أحمد بالتنقيب في مأرب. مغامراته انتهت هناك سريعا في الواقع لأسباب أولى تخص عقلية الغطرسة وسوء معاملة السكان، ولأسباب أخرى تتصل باعتراض الفريق الآثاري اليمني على سلوك النهب وسرقة الآثار ونقلها خارج البلد، إلى درجة أن سوء التفاهم انتهى ذات ليلة إلى زج البعثة في السجن. حصيلة فيليبس من الآثار كانت ضئيلة في نهاية المطاف، أشهرها رأس امرأة من المرمر يعود إلى أوساط القرن الأول، لكن بعثته استخرجت عددا من الرقيمات التي تلقي الأضواء على حضارة المنطقة وخاصة في منطقة قتبان ومعبد القمر. درس فيليبس كان استشراقيا بامتياز لجهة العلاقة مع أبناء البلد أصحاب الثروة بادئ ذي بدء، ثم مفهوم الاستكشاف القائم على النهب ونقل الآثار على مبعودة بحار ومحيطات من مواطنها الأصلية ثانيا، وكذلك ثالثا الإسقاط القصري للرواية الغربية التي تزعم انتهاج التاريخ ولكنها لا تتوسل سوى الرواية التوراتية على حضارات محلية
تمتلك حكاياتها الأصلية والأصيلة الأكثر مصداقية وتوثيقا. ولم يكن غريبا والحال هذه أن الكتاب الوحيد الذي وضعه فيليبس حول تجربته اليمنية حمل العنوان التالي: قتبان وسبا، استكشاف الممالك القديمة على طرق التوابل التوراتية في جزيرة العرب. وفي مقال يعود إلى سنة 1955 اعتبرت صحيفة نيويورك تايمز أن فيليبس جمع سمات الرؤية والشجاعة والفضول مع صلف المغامر المتهور وبرودة المقامر ودهاء الأمريكي الانعزالي الفظ. ولو كانت مفردة الاستشراق رائجة يومئذ كما باتت بعد سنة 1978 حين صدر كتاب إدوارد سعيد، فالأرجح أن المقالة كانت ستضيف الصفة هذه إلى لائحة سجايا صاحبنا. صحيفة الأيام الصادرة في العاصمة المؤقتة عدن تتابع منذ مطلع الأسبوع الماضي قصة طالب في لحج، وعنونت الصحيفة: التعليم بلحج مهدد بالتوقف بسبب اعتداء أمني على طالب. وقالت الأيام إن مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة لحج محمد سعيد الزعوري هدد بالتصعيد وتوقيف العملية التعليمية في مختلف مدارس المحافظة في حالة عدم اتخاذ الأمن أي إجراءات قانونية بحق منفذي الاعتداء على طالب الصف التاسع هشام مارس محمد هندي. وأكد الزعوري أن ما حدث يخالف القوانين واللوائح وقانون المعلم وقانون الجرائم والعقوبات، وأن مكتب التربية رفع مذكرة لقيادة المحافظة قال فيها إن ما حدث في قرية الشقعة قد يحدث في مكان آخر وأن المدرسة مكان محرم. ولي أمر الطالب هشام علق حول الإجراءات التي تم تطبيقها على أفراد الطقم كاشفا أن ولده يعاني من حالة نفسية سيئة ووضع مضطرب جراء الحادثة، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه من قام بالاعتداء على ولده في حرم المدرسة. وكان طقم أمني قد أقدم على مهاجمة مدرسة في توبن، وأقدم أفراده على الاعتداء على الطالب هشام محمد ومزقوا الثوب الذي يرتديه بحجة أنه مخالف لما يرتديه طلاب المنطقة وأنه لباس دخيل، ويرتدي الطالب هشام ثوبا واسعا بعد فشله في العثور على زي مدرسي يناسب حجمه. في تقرير خاص بالموقع بوست ركز فيه على ما تتعرض له الثقافة في زمن الحرب، وعنون الموقع: الثقافة في اليمن، التشبث بالبقاء في زمن الميليشيا والحرب. وقال الموقع بوست إن النشاط الثقافي في اليمن شهد تراجعا كبيرا في السنوات الخمس الأخيرة بسبب احتقان المشهد اليمني في عمومه بالصراع والعنف بداية من الانقلاب الحوثي على الدولة في 2014. يفيد التقرير: مع اتساع دائرة العنف كانت الثقافة تتلاشى تدريجيا بينما يتمدد الصراع ليلتهم كل شيء، ومع تقدم الحرب باتت الثقافة مشهدا مغيبا خصوصا في تلك المحافظات التي ظلت تحت سلطة ميليشيات الحوثي إلى اليوم، منها صنعاء التي شهدت رقابة صارمة على كافة الأصعدة فرضتها الميليشيا سيما على الصعيد الثقافي الذي ظل كمتنفس أخير للنشاط الإنساني بعد تجريم الخوض في حقل السياسة. وكما يشير الكاتب وجدي الأهدل فإن أعظم خسارة منيت بها الثقافة في اليمن هي أن المثقفين في صنعاء باتوا معزولين عن محيطهم العربي خصوصا بعد غياب معرض الكتاب، معرض صنعاء للكتاب الذي كان نافذة لهم من أجل التواصل مع الحراك الثقافي العربي والعالمي. أما صاحب رواية الحب في زمن الكلاشينكوف عبد الله عباس الإرياني فيقول إن معاناة المبدعين في صنعاء مضاعفة من ناحية مادية بسبب انقطاع الرواتب وشحة مصادر الدخل، ومن ناحية ثانية معاناة نفسية مع اشتداد وطأة الحرب وتحول البلد إلى مأساة إنسانية مفتوحة. الاستقرار الخادع للسلطوية العربية. تحت هذا العنوان كتب حسن هنية مقاله في موقع عربي 21 مضيفا في فقرات من المقال: تعيش السلطوية العربية حالة من الاستقرار الخادع، لكن الشعوب العربية لا تزال تحيا في صلب دينامية الاحتجاجات الثورية التي عصفت في المنطقة بداية 2011، إذ لم تتمكن السلطوية العربية عبر الثورات المضادة من الاحتفال بنصر نهائي. فكلما خبت الحراكات الاحتجاجية في ركن من العالم العربي اشتعلت في مكان آخر. تقوم استراتيجية الثورات المضادة على دينامية حرب الإرهاب، حيث تختفي المعارك من أجل التحرر والاستقلال والحرية والكرامة والعدالة، وتحظر حصرا حروب الإرهاب
وهي حجر الأساس في ركن الاستراتيجية الأمريكية الإمبريالية في ديمومة الهيمنة عبر الدكتاتورية المحلية التي اختزلت مشاكل المنطقة بعدو مخاتل فضفاض غير محدد اسمه إرهاب. فعقب الثورة المضادة على ثورات الربيع العربي بلغنا أقصى حدود التفاهة، وفي ظل غياب عدو بعد أن تحولت المستعمرة الاستيطانية المسمى إسرائيل إلى صديق، تنامت ديناميات اختراع عدو داخلي تمثل بالإرهاب. وإذا تتبعنا مسألة العنف السياسي في العالم العربي فقد تكاثرت منذ الانخراط فيما تسمى عملية سلام، وبهذا تحولت الجيوش العربية إلى قوة بوليس، وتبدلت عقيدتها القتالية إلى قوات مكافحة إرهاب داخلي. خلاصة القول أن ثورات الربيع العربي لا تزال تحتفظ بموجات عاتية، فقد كشفت فعاليتها عن العيوب الكارثية المدمرة لأنظمة ما بعد الاستعمار ومدى انخراطها في مشاريع المقاولات الإمبريالية الغربية. ففي أزمنة الحروب أو الظروف الشبيهة بالحروب كتلك السائدة في اليمن بوضوح أو في سوريا والعراق، فالتوازن العسكري للقوى بما في ذلك القواعد العسكرية الأمريكية والإسرائيلية أصبح هو السمسار الوسيط المشرف على السيادة، فهو الذي يقرر متى يحق للدول أن تنال سيادتها وضمن أي شروط. أفادت مصادر حكومية يمنية بحسب صحيفة الشرق الأوسط بأن تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في محافظة الحديدة سيبدأ اليوم الاثنين، والتي تقضي بانسحاب الميليشيا الحوثية من مينائي الصليف ورأس عيسى لمسافة 5 كيلومترات مقابل انسحاب القوات الحكومية لمسافة 1 كيلومتر، بالتزامن مع عملية نزع الألغام من المناطق المنسحبة منها والتحقق من ذلك. وأكد مصدر مطلع للشرق الأوسط أن تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار بمدينة الحديدة سيتم في الأمم المتحدة، كما سيشارك فريق المراقبين في الحكومة الشرعية في التأكد من حقيقة مغادرة عناصر ومشرفي الميليشيا الانقلابية من المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وكذلك الأمر في المناطق التي ستنسحب منها القوات الحكومية. وذكرت المصادر أن ممثلي الحكومة الشرعية والحوثيين في لجنة إعادة تنسيق الانتشار اتفقوا على بدء تنفيذ المرحلة الثانية خلال 11 يوما، حيث يتم الانسحاب الحوثي من ميناء الحديدة مع إعادة انتشار القوات إلى أماكن خارج الحديدة، وترتيب تطبيع الأوضاع في المدينة وحسم هوية قوات الأمن والسلطة المحلية التي ستتولى إدارة المدينة والموانئ. الخوف تحت هذا العنوان كتب بشير البكر ما قاله المنشور في العربي الجديد مضيفا في جزء من المقال: يتجاوز خوف اليوم خوف الزمن الماضي في الشكل والمضمون، فالحرب ازدادت شراسة في وقتنا منذ اجتياح بغداد، وحتى اليوم اختلف طعم الخوف ولونه وأدواته، ولعبت الصورة دورا هاما في تجسيم الحالة ونقلها في تفاصيل تبعث الرعب في نفوس أولئك الذين يشاهدونها عن مسافات بعيدة. الفيديوهات التي بثها داعش يسجل فيها عمليات الذبح التي لم تخلق ردود فعل نفسية رهيبة فقط، بل ولدت صدمة كبيرة ذهبت نحو تغيير مواقف وقناعات، وخلقت رأيا عاما دوليا جديدا يتسم بالسلبية تجاه قضايا العرب والمسلمين. الخوف هو أن يصمت المرء نهائيا ولا يتحدث أو يفتح فمه لكي لا يقول شيئا. النتيجة واحدة في الحالين، هناك من يسكت أمام ما نعيشه من أهوال، وهناك من يتحدث كي لا يقول شيئا أو يقدم فكرة مفيدة ويعبر عن موقف يساعد الضحايا. وقد يسقط المرء رغما عنه في إحدى الخانتين، ولكن الخوف أن يمر بجانب الدم ولا يتحرك فيه شيء أو يشمت ضمنيا أو علنيا بالناس الذين لم يجدوا مفرا ووقعوا فريسة القتل، كما يحصل في مصر وسوريا، حيث تبارك نخب محسوبة على اليسار والتيارات القومية عمليات القتل التي ارتكبها النظامان ضد مدنيين أبرياء. يجب أن تخاف إذا أحسست أنك بدأت تقترب من صف القاتل، لمجرد أن القتيل لم يتمكن من الدفاع عن نفسه وسقط في المواجهة. وهنا لن تفيدك كل القصائد التي كتبتها عن الخوف في الأيام الخوالي حين كنت معتكفا على نفسك، ولن ينفعك الله الذي بقيت تصرخ باسمه لكي يشفيك من ورطة خيانة الذات والتاريخ الشخصي.
يواصل الأطباء تقديم أفضل ما لديهم وما يمكنهم عمله، ومن بين ذلك قدرة من فقد يده أن يستعيد الإحساس بها، وفقا لموقع ألماني نشر تقريرا بعنوان يد صناعية تستقبل الحس العميق. وقال موقع دويتشا فيليه إن فريقي بحث إيطاليين نجحا في ابتكار يد صناعية متطورة تتيح للأشخاص مبتوري الأطراف استعادة الإحساس باليد مثلما تفعل الذراع الطبيعية للإنسان، مما يسهل تعايشهم أيضا مع الأطراف الصناعية وتسهيل أمور حياتهم. حيث ابتكر فريق من الباحثين في إيطاليا يدا صناعية تتيح للمستخدم القدرة على استقبال الحس العميق، ويقصد بذلك القدرة على إدراك موضع اليد قبل وأثناء تنفيذ الحركة وبعدها. ويتيح الطرف الصناعي الجديد الذي طوره باحثون في معهد الأبحاث المتطورة بمدينة بيزا وجامعة جيميلي في إيطاليا يتيح للأشخاص مبتوري الأطراف استعادة إحساس يشبه الإحساس الطبيعي باليد الصناعية. وتسمح التقنية الجديدة المستخدم بأن يلتقط غرضا ما من أعلى مائدة مع الشعور بقوامه وملمسه وشكله وحجمه دون الحاجة للنظر إليه. وتم اختبار الذراع الجديدة بنجاح في عدة حالات، وهي تعمل بواسطة منظومة على غرار شبكة الأعصاب الطبيعية في جسم الإنسان. شيع آلاف الأشخاص كما جاء في موقع عربي بوست جثامين 7 أطفال من اللاجئين السوريين لقوا حتفهم في حريق شب بأحد المنازل في مدينة هاليفاكس بشرق كندا الأسبوع الماضي. وكانت أسرة البرهو قد انتقلت إلى كندا في 2017 بعد أن قامت برعايتها جمعية للاجئين في هاليفاكس. وكان شريط مصور على يوتيوب حظي بمشاهدة على نطاق واسع، أظهر استقبال الأسرة في مطار بالورود والبالونات، وتراوحت أعمال الأطفال بين 15 عاما و4 أشهر. أضاف الموقع يرقد والدهم بالمستشفى في حالة حرجة نتيجة هذا الحريق، أما الأم فقد خرجت من المستشفى. وما تزال السلطات لا تعرف سبب الحريق، وتقول إن التحقيق قد يستغرق شهورا قبل استكماله. مراسم التشييع أقيمت حسب التقاليد الإسلامية، ونظرا إلى عدد الأشخاص الكبير الذين حضروا لم تقم صلاة الجنازة في المسجد، بل تم حجز قاعة تتسع لأكثر من 2000 شخص. من نحن وماذا نريد؟ تحت هذا العنوان كتب أحمد ناصر حميدان مقاله في يمن مونيتور مضيفا: انظروا لحال دولة فقيرة قبل 3 عقود مثل سنغافورة حينما اهتمت بالإجابة على سؤال من نحن وماذا نريد بمصداقية عالية، وحينها قرر قادتها التغيير وتجاوز الماضي واهتموا بتنظيف البلد من الفساد، وتمعنوا طويلا أثناء الإجابة عن السؤال الأول من نحن، فإذا هم دولة فقيرة بدون موارد، إذا هم أخلاط من أجناس شتى وثقافات متباينة لا يجمعهم تاريخ ولا هوية لكنهم ينتمون إلى مكان واحد. عليهم أن يكونوا شركاء في وطن التعايش والسلام. وجدوا أن من العار عليهم أن يرتهنوا لأجندات ووصاية خارجية تمكنهم من التسلط على بعضهم ويضيع منهم وطن. الإجابة على السؤال من نحن يصل لإجابة واضحة عن السؤال ماذا نريد؟ بالضرورة سيكون الجواب هو طموحاتنا وآمالنا التي ثرنا من أجل تحقيقها. نريد دولة ضامنة للمواطنة والحريات والعدالة، دولة قوية قيمها ومبادئها، مستقلة مؤثرة صاحبة إرادة، دولة لوطن نعيش فيه بكرامة وحب وتسامح وسلام وعدل في الحقوق والواجبات والسلطة والثروة. نحن بلد الماضي والتاريخ والحضارة، لكن أين حاضرنا؟ ما هو موقعنا في هذا العالم؟ تفوقت سنغافورة ولحقت باليابان وماليزيا وكل الدول المنتجة، انتقلت من دولة نامية إلى دولة اقتصادية، ونحن انتقلنا من دولة نامية إلى دولة تنازع بين الموت والحياة، بلد المجاعة والوباء والموت والانتهاكات والسجون السرية والمحاكم الكيدية غير العادلة للمعارضين، بلد المهاجرين والمنفيين والمطاردين، بلد فاقد للسيادة والإرادة تحت الوصاية والحرب العبثية، بلد المتناحرين، بلد منهك من الطائفية والمذهبية والعنصرية والكراهية. جولتنا المصورة من صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية، والتي نشرت مجموعة من الصور القادمة من مختلف مناطق العالم توثق لحظات وأحداث مختلفة. نتابع.
وماذا تقول لنا ريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف. نتابع أيضا. وبهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم. شكرا على المتابعة. إلى اللقاء.